هذا القراءة خطأ. لابد يقف القارئ، إن لم يقف أخطأ، بل خطأ فاحش. القراء عندهم وقف قبيح وابتداء قبيح، وكذلك وصف أحيانا. يعني الآن عندما يقرأ وقالت اليهود يد الله مقلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، لابد يقف هنا، لأنه لو وصل القراءة كأنهم لعنوا بأنهم أثبتوا لله يدين، أعوذ بالله، لابد يقف. مثال: أولم يتفكروا، لابد تقف ثم تقول ما بصاحب من جنة، يعني ما هنا نافية، لكن لو وصلت القراءة كأنك تقول تفكروا، أعوذ بالله، ما يمكن، لابد ننفع النبي صلى الله عليه وسلم الجنود. فهذا يسميه العلماء وصف قبيح، ما يمكن، لابد يقف. وقالت اليهود قتلهم الله يد الله مغلولة. هذه الآية استدل لهذا السنة كذلك على من يقول أن لله، أن ليس لله يدين، أو أن لله يد واحد، لأن هنا المقام مقام رد على اليهود. ولو كان لله سبحانه وتعالى أكثر من يدين لذكرت هنا، لأن المقام مقام رد ومدح لله سبحانه وتعالى، ورد على هؤلاء اليهود. وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي منعت عن العطاء، غلت أيديهم، كان الجزاء من جنس العمل، نسأل الله السلامة والعافية، فهم أبخل الخلق، غلت أيديهم ولعنوا، نسأل الله السلامة والعافية، بسبب هذا القول بما قال. ثم تقف، ولا بد، نحن لا نتكلم عن القراء، نحن نتكلم عن معنى الآية والوقف هنا. الفرق هناك فرق يعني بين أحيانا أهل التفسير والقراء. طيب، لا أشكال، بعد هذا إن شاء الله يعني قد نفصل فيها. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، تقف ولا بد، عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مثلا. لكن قد يكون عند بعض القراء أنك لا تقف وأقول يصح القراء، أنا لا أدري عن هذا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، تقف ثم تبطل هذا الكلام، بل يداه، وهذا فيه أن لله يدين اثنتين حقيقيتين، بل يداه مبسوطتان، وهذا فيه أنه لا يمكن أن النعمة أو القوة توصف بالقبض والبسط والأصابع، ينفق كيف شاء. نعم. فقوله واصبر لحكم ربك، واصبر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مخاطب بالشريعة، وأن ما يقول بعض الناس من أن الشريعة ترتفع عن أحد، لا يمكن أن الشريعة ترتفع عن أحد ما عقل وعلم، وإلا لرفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أهل التبليغ البالغ والعاقل، ولا يمكن أن الشريعة ترتفع عن أحد ما عقل وعلم. وما يقول هؤلاء احتج به واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت. ولو كانت الشريعة ترتفع عن أحد لارتفعت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مفهوم؟ نعم. من زعم غير هذا نسأل الله السلامة والعافية فهو كافر. إذن الشريعة لا ترتفع عن أحد ما عقل وعلم، إلا إذا كان مجنون كابن عربي النكرة الصوف الكامل. أنا قال واصبر لحكم ربك، تقدم معنا أن الحكم إما حكم شرعي أو حكم كوني، والقضاء شرعي وكوني، والإرادة شرعية وكونية. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، في الآية إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة يثبتون لله عينين اثنتين حقيقيتين، ويثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى هذا العين. وفي الآية تثبت الصفة، وتثبت هنا مقتضى الصفة رعاية للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنك بعين، يعني لا يضر أحد، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر معين. نعم. قال وقوله
وحملناه أي نوح عليه الصلاة والسلام، هو ومن آمن معه، وحملناه على لماذا كانت الآية وحملناه على سفينة، لم تكن الآية وحملناه على سفينة، قال وحملناه على ذات ألواح، ألواح خشبية ودسر مسامير تربط من الأخشاب. لماذا؟ لأن كفار مكة وأهل مكة وقريش لا يعرفون ركوب البحر أصلا، رحلة الشتاء والصيف لا يعرف البحر، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم هؤلاء كيف تصنع السفن. نعم، وحملناه على ذات ألواح ودسر، أو أن الله سبحانه وتعالى قدر أن كل سفينة تغرق، كل شيء يغرق، سفن، عظام، كل شيء يغرق إلا هذه السفينة تبقى، سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. وحملناه أي نوح عليه الصلاة والسلام من معنى المؤمنين على ذات ألواح ودسر، سفينة، أخشاب، مسامير، قدر الله سبحانه وتعالى بقاء هذه السفينة، غير هذه السفينة كل ما هنالك غرق. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جمع، قلنا لا تعارض بين الجمع والتثنية، لأن كما عند الفرضيين أقل الجمع، أو أن الجمع يراد به التعظيم، إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وكذلك إثبات الرعاية لهذه السفينة، كل شيء يغرق إلا هذه السفينة لا تغرق. قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا. ولقد تركناها آية، هل هذه السفينة موجودة أم لا؟ المؤمن لا يمكن أن يكذب شيء مما جاء في الكتاب سواء رأى أو لم يرى، رأينا السفينة أو لم نرى السفينة، علم يقين قد يتحول إلى عين يقين. الآن مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، هل شك إبراهيم في قدرة الله على إحياء الموتى؟ والله لم يشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. ما معنى هذا عليه الصلاة والسلام؟ يعني لو واحد قال أن إبراهيم شك، إذا نحن ما بأولى، إذا ما يمكن يكون شك إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قدرة الله على إحياء الموتى، لكن أراد أن يحول علم اليقين إلى عين اليقين. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، يعني ولا واحد مني أشك، ولكن يطمئن قلبي، أراد أن يحول علم اليقين إلى علم اليقين. فأنت الآن أنت تسمع أحيانا بعض الناس يقول الكفار أثبتوا ما في القرآن وقالوا أن الأرض كذا وكذا وكذا، يا أخي يثبت أو لم يثبت ما يتغير عندنا شيء، عندما كذبوا وقال أنهم صعدوا على القمر وكذا، قام الشيخ الأمين الشنقيطي وقال كذبوا والله ولم ينزلوا على القمر ولم يصنعوا كذا، قال أنت جاهل وكذا. بعد سنين اكتشفوا أنهم كذبوا وصوروها في صحراء أمريكا وكذا، خرج هذا داروين وقال أصل خلقة الإنسان قلب، لأنه قلب أصلا. إخواننا عندنا معتقد عند أهل السنة والجماعة، أول خلق الإنسان آدم، آدم من تراب، والله لو يأتي بمليون نظرية وقواعد يقول وجدوا مومياء من 200 مليون ألف سنة ما يتغير عندنا شيء، أول خلق الإنسان حروفها والأقوام ما يتغير عندك شيء. يصلي في بيته وليس مع أحد في قيام الليل ظلمة، وهو يصلي رأى نور يأتي من جهة القبلة وأخذ يقوى النور حتى رأى شيء على عرش عظيم، فقال له أي عبدي فلان، سماه باسمه، إني أنا ربك،
هذا داخل، هذا موحد، هذا يعرف التوحيد. فبسط ديوانه قال اخشى عدو الله، لأنه يعرف أن نفسه لن ترى الله حتى تموت. وانت تسمع بعض الناس يتخيل أنه ممكن ينزل عليه جبريل بالوحي، إذا كان يعتقد هذا فهو كافر أكبر. أين كان يقول جالس في المسجد هذا رجل في الطابق الثاني، وجالس يذكر على طريقة هؤلاء الله 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 الله. فهذا جاء من فوق فلان يسمي باسمه، هذا يلتفت يعني يسمع صوت ما يدري من اين، فلان التفت يمنى يسرى ما ادري اقرا. هذا يقول ما انا بقارئ. اخواننا لابد ان ندرس التوحيد والله، ولا يخرجك الشيطان يلبس عليك. فقال يا كذاب وفرق، يظن ان ينزل عليه جبريل بالوحي. من اعتقد يعني ان احد ينزل عليه جبريل بالوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كفر اكبر يا رب. قال اخشى عدو الله، ان نفسا لن ترى الله حتى تموت. هذا التوحيد اخواني. فياتي هؤلاء بنظريات بكذب ولا تغير معك شيء، سواء صدقوا او كذبوا ما يضر احد. تركناها آية موجودة، السفينة من علم يقين إلى علم يقين، غير موجودة ما يتغير عندنا شيء. صحيح تركناها آية، إما أن يكون تركنا ذكر هذه السفينة إلى قيام الساعة، أو أنها موجودة في اليمن في تركيا في ما يتغير عندك شيء. صح أي نعم. طيب نعم. وقوله وألقيت عليك، وألقيت أي في حق موسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام أحبه الله، وضع في قلوب العباد محبة موسى عليه الصلاة والسلام. كل من رأى أحد ومنهم امرأة فرعون لا تقتلوا قرة عين لي ولا. سمي موسى بهذا الاسم لأن موسى بالعبرية أي مأخوذ من الماء، عندما عندهم في لغتهم إذا أخذ شيء من الماء يسمى موسى، فسمي موسى أي مأخوذ من الماء. وألقيت عليك محبة مني، إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهذه محبة خاصة. وألقيت عليك محبة مني، كل من رأى موسى أحب عليه الصلاة والسلام. ولتصنع على عيني، فرعون يقتل الناس، نعم يقتل من بني إسرائيل من أجل موسى عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى إذا قدر شيء لا يمكن أن يحل دون هذا الشيء. هذا الذي تقتل الناس من أجلك سيتربى بين أحضانك، هو الذي يدافع عنك فرعون ويقتل الناس الخارج من أجلك. ولتصنع على عين، إثبات العينين لله سبحانه وتعالى وجل أخبره، وإثبات كذلك الرعاية لموسى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقدم معنا إثبات السمع بمعنى الإجابة، وإثبات السمع العام وهذا دليل، وإثبات السمع الخاص إنني معكما أسمع وأرى أي نصر وتأييد، وإثبات السمع أي التهديد. وهذا لابد أن نثبت لله سبحانه وتعالى وجه الله أقبل. نعم. فقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم، هذا إثبات السمع وإثبات التهديد لهؤلاء. نعم. فقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. نعم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نعم. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، أي في حق موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام.
أسمع ما تقولان وما قال لكما وأرى مكانكما وأنصركما. نعم. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. نعم كذلك تهديد. نعم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. نصر السعيد وتقدم معنا. نعم. وقوله كما تقدم معنا في البصير قلنا بمعنى العليم وإدراك المرئيات عام وخاص وتهديد. نعم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا. يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله توضع هذه الآية أي سهلة تفوق وقل اعملوا